من نص كيلو بصل عملت لكم أفخم وأشهر شوربة بكل فرنسا، شغلة من الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم، والله مناظر بتفتح النفس، يا هيك الشوربة يا أما بلا، والخبزة بتاخد العقل. كمية البصل اللي أنا عم بشتغل فيها نص كيلو بصل، هلأ بدنا نقشرهم وبدنا نفرمهم شرحات وبعدين منكرملون على الغاز. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بدنا ننعم البصل كتير لحتى ما يدوب بالكرملة، هذا الحجم 100%. أول شي بدنا ندوب معلقة ونص زبدة، بسم الله، وبنزل على الزبدة شوية زيت نباتي لحتى نخفف طعمة الزبدة بالشوربة تبعنا. وهلا بدنا ننزل بصلاتنا ونكرملهم كتير منيح وبدنا ياهم يطالعوا السوائل 100%. بسم الله الرحمن الرحيم. منقلب البصل كتير منيح وبعدين منغطيها لحتى تدبل وتطالع السوائل يلي فيها. هذا اللون للبصل 100%، ما بدنا اياه يتكرمل اكثر من هيك. هلا بحط لهم معلقه ونص كبيره من خل العنب، بسم الله، وبضيف عليهم معلقه كبيره من الثوم المهروس. هلا بدي احركهم مع بعض. ليش حطينا الثوم بهي المرحله بعد البصل؟ لانه الثوم ما بيتحمل مثل ما بيتحمل البصل. بحط عليهم معلقه ونص طحين. هلا بدي اقلب الطحين كتير منيح لحتى تختفي طعمته 100%، ما بدنا يضل طعمة طحين ابدا بالشوربة تبعنا. بهاراتنا ملح فلفل رشة اوريجانو، ما بدنا اكتر من هيك. بسم الله، يا ويلي على هالروايح بتشهي القلب. بننزل عليهم كاستين كبار من مرقة الجاج، بسم الله، بعمل لهم اخر تحريكه وبهدي عليهم النار وبتركهم لحتى يتقل قوامه وتصير 100%. وهيك اطيب شوربه بصل صارت جاهزه معنا. شوفوا ما شاء الله القوام بيفتح النفس. هلا بنسمي بالله ومنعبي. يا ويلي على هالروايح بتشل شللان. يا ويلكم اذا ما جربتوها لهي الشوربه لانه طالعه اكثر من ذهب. هلا بدنا نقطع هالخبزه الحلوه ونزين وش الشوربه تبعنا. بسم الله، شوفوا بهذا الشكل، هذا الخبز بيعطي طعمه كتير طيبه لشوربه البصل. وهلا بنوزع الخبز على وش الشوربه تبعنا، وهلا بنزين بجبنه الموزاريلا لحتى الجبنه تشط وتمط. بسم الله، شوفوا على هالمناظر بتفتح النفس. وهلا بننزلهم بالفرن شغال بس من فوق، بدنا نحمر الجبنه تبعنا. يا ويلي على هالمنظر بيفتح النفس. وهلا بعد ما طلعناهم من الفرن بدنا نعمل لهم الختم النهائي. بسم الله، رشه بقدونس على الوش بس لحتى ناخذ اللون الذهب. بسم الله الرحمن الرحيم، والله مناظر بتفتح النفس، يا هيك الشوربه يا اما بلا، والخبزه بتاخذ العقل. هي وحده من اطيب الشوربات اللي ممكن تعملوها بالشتويه وطعمتها اكثر من ذهب، طالعة 100%. وهيك اخواتي وصلنا لنهاية الوصفة، ومثل العادة اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تضبطوا لنا وضعه بلايك. كان معكم الشيف علي، وزبدية هالشوربة البصل اللي بتاخذ العقل، تحياتي لكم.